تعرف بحضرتك؟ الاسم منال محمد عبد الجليل، مدرسة لغة عربية في مدرسة أبو سليم الابتدائية. استاذ منال أدليتي بصوتك النهاردة؟ اه، وجيت وانتخبت الحبران. أنا شايف محرك معايا ولادك معاكي. اه معايا ولادي، قالوا يا ماما لازم نيجي معاكي نشارك اليوم ده ونعيش اللحظة دي معاكي. تمام، في مبادرة عاملاها المحافظة لأولياء الأمور يصطحبوا ولادهم. اه انتي يعني انتي مصطحباهم معاك النهارده؟ هم فرحانين جدا وجايين عايزين يشوفوا ويعيشوا اللحظة، ان هو حاجة زي كده جديدة عليهم، هم طبعا مش عارفينها، فعايزين يعيشوها بقى ويشوفوا اللحظة دي معايا. اسمك ايه يا حبيبي؟ عمر. عملت ايه يا عمر بقى لما دخلت اللجنة النهارده مع ماما؟ انتخبت وعملت. انت عارف يعني انتخابات؟ يعني ايه بقى؟ اختار رئيس. اخترت رئيس يعني. يعني اخترت واحد من المرشحين الاربعه مع ماما، ساعدت ماما وهي بتختار. اه. اسمك ايه؟ محمد رضوان. عرفني بقى يا محمد، عملت ايه جوه في اللجنه؟ انتخبت. يعني شاركت مع ماما ان انت تختار رئيس الجمهوريه؟ ايوه. الموقف اللي انت عشته النهارده ده حاجه كويسه؟ ايوه. اتعلمت منها ايه بقى؟ ان انا لازم ايه ادل بصوتي ولازم اخطئ. انا عايز هو يقول لي. قول يا محمد. وتختار رئيس بلدك، البلد اللي انت عايش فيها لفترة جديدة. شكرا يا حبيبي، شكرا يا مدام، شرفي ان شاء الله. شكرا.